السلام عليكم. اليوم نعرفكم بهذه الإقامة الرائعة التي تقع في مدينة وهران، وبالضبط بحي قنبيطة اللي ما يبعدش كثيرا عن الطريق الساحلي تاع لافرانج ماريتيم ولا لافرانج لو فرون دو مار. وهنا شوف التصميم هذا رائع بتقنية جدا متطورة، حيث أنه يتم إدماج تصميم داخل المحيط الحقيقي نتاعو، وهذا المزج هذا وبجميع الزوايا، هذا المزج هذا بين الحقيقة والخيال يعتبر آخر تقنيات جد متطورة في التصميم. وسوف نشاهد كذلك يعني حالة الأشغال في يعني آخر الأسبوع الأخير هذايا، وين وصلت الأشغال نتاع هذه الإقامة هذه. إذن أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.